الأمسية. هناك 8 لاعبين أرجنتينيين. كرة تمر خطيرة جدا، ركلة جزاء، ركلة جزاء أكيد أكيد، ركلة جزاء وبطاقة صفراء أيضا للاعب الذي ارتكب الخطأ في دفاع فريق كييفو، للاعب أندريا مانتوفاني. ركلة جزاء إذن لفريق كاتانيا في الدقيقة 28. تأتي الفرصة لافتتاح التسجيل، فرصة كبيرة ستكون لكاتانيا لافتتاح التسجيل في هذا اللقاء. محاولة المرور الرائعة كانت للاعب بابلو ليديسما الأرجنتيني بعد تمريرة ممتازة للاعب كارب. يتقدم الآن أو سيتقدم لوبيز، لوبيز يتقدم يسددها وهدف، هدف التقدم إذن لفريق كاتانيا على طيف كييف. ويأتي الهدف في الدقيقة 29، الهدف الخامس هذا الموسم للأرجنتيني ماكسيميليانو لوبيز في السيري آ الإيطالية، وأول هدف له من ركلة جزاء في الموسم الحالي. بكل ثقة يسدد لوبيز على يمين الحارس الذي انتمى للناحية المعاكسة. 1-0 إذن لفريق كاتانيا.